عودة رامي ربيعة في مباراة امبارح؟ رامي حيانا من بداية رامي ربيعة وأنا شايف أنه من أفضل المدافعين في مصر، ولكن للأسف يمكن ظروفه الاستثنائية في عدد الإصابات الكتيرة اللي بيتعرض لها رامي بعدته شوية عن النادي الأهلي، بعدته شوية عن منتخب مصر، ولكن رامي يمتلك إمكانيات كبيرة جدا جدا الحقيقة، وإن شاء الله يعني يستقر بإذن الله. أنا أتمنى أنه لما يعود المرة دي يعود بإذن الله سليم 100%، ويبتدي يحافظ على نفسه أكتر من كده شوية، لأن رامي الحقيقة بيمتلك إمكانيات بدنية وفنية رائعة جدا جدا، هتفرق كتير جدا جدا في وجوده في خط دفاع النادي الأهلي.